المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي الأمانة الولائية بجيجة الحملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع مختلف الهيئات تحت شعار قطرة من دمك حياة لغيرك، وذلك على مستوى القطب الجامعي تسوست. العام اللي فات الحاجة متميزة أن جمعنا 272 كيس دم، وهو أكبر عدد في تاريخ الجامعات الجزائرية، يعني لحملة تبرع بالدم مقامة داخل الجامعة، يعني رقم قياسي تاريخي. تنظرك الدم هذا اللي راهم يلموا فيه اليوم، فنستفاد منه انا كطالب، استفاد منه يعني اي واحد خارج اسوار الجامعه. مادا بينا يكون الاقبال كبير باسكو هذا الطالب هو جاي يتبرع سي فغي، مي هو سي ان بينيفيس بوغ لوي، راح يستفاد من اون كونسلتاسيون، دونك هاد لا كونسلتاسيون قادرين يلقاو دي مالاد. حط في بالو توجور سادي هذه القطره نتاع الدم، قال لكم من احيا نفسا كانما احيا الناس جميعا. نرجو من اسمه من جميع الطلبه ونخصموا الطاقم الجامعي اسمه ان يكون لديهم الوعي، لخصم الوعي الطبي، لخصم أجل التبرع بالدم، وذلك لكل إخوانهم من مرضى السرطان وفقر الدم والسل إلى آخره. مبادرة لاقت التفاف ومساندة خاصة من فئة الطلبة والأساتذة والإداريين الذين لبوا نداء الإنسانية والمساهمة بكثرة من الدم لإنقاذ حياة من الهلاك. كشركاء من جمعيات ومنظمات لبينا الطالب من أجل نجاحته الطبعة، لماذا بينا إن شاء الله نحطموا الرقم القياسي للموسم الماضي. طلبة والطالبات الأساتذة الأستاذات المواطنين يعني بيش يجيوا بكثرة من أجل تبرع بالدم، لأن كثرة من دمهم تنقذ حياة. صدقة جارية بإذن الله تعالى، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها على روح زميلنا طالب محبوب بوزيان الذي شارك وكان عضوا فاعلا في الطبعة الثانية، وكذلك الطبيبة بلطرش فاطمة الزهراء رحمها الله. سمعت بهذه الحملة اللي داروها المنظمات والجمعيات الخيرية، وذلك جيت ندعمهم ونتبرع بالدم، وإن شاء الله هذا يكون خير لنا ولهم والفائدة المرضى. وعي الطالب واندماجه في الحياة الجمعوية وإبراز لدوره في الطابع التطوعي ومشاركته في هذه الفعاليات يزيد من ثقته وتقديمه للأفضل ومد يد العون في كل الظروف.